خلف الله الناقد الرياضي، ولسه بنتكلم عن اللائحة الاسترشادية، وبصراحة يعني نقاط الخلاف اللي فيها، وشفنا آراء أعضاء النادي، يعني الناس كلها برضو متفاهمة الموضوع. بالظبط، ما هو ده الوعي اللي عند أعضاء الجمعية العمومية في نادي الأهلي، وهو ده اللي بيدفع مجلس الإدارة لمثل هذه يعني الحفاظ على الحقوق بتاع أعضاء الجمعية العمومية. يعني الأهلي، ما هو الأهلي مش لا تشغله أو الموجودين في الإدارة مش شاغلهم إن هم يعني يخشوا في خناقة مع مسؤولين، بقدر ما همهم الأكبر إن هم يكون في لائحة فعلا تفيد النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية وفروعه المختلفة اللي بتظهر يوم بعد يوم. القصة مش قصة إن أنا بعمل حاجة أو ممكن أمشي أموري مع المسؤول عشان أنا أفضل قاعد على الكرسي وما أظهرش إن أنا أخسر حد، لا. عشان كده الحرب مشتعلة، أو كثير من الشائعات بتحاول تخرج من الطرف الآخر ضد المسؤولين في النادي الأهلي، لكن أعضاء الجمعية العمومية متفاهمين إن اللي بيحصل ده للصالح العام. مش معقول كل الناس شايفة إن في أخطاء، والناس اللي هي الخبراء في اللوائح شايفين إن في أخطاء، وحضرتك بتصمم أو بتصر على رأيك إن مفيش أخطاء، يا إما أنت راجل عندك أهداف. ما هو أنا مش لاقي حاجة أقولها، لا، أنا نفسي أتناقش معاك بالحجة. يعني إذا كنت حضرتك مسؤول في اللجنة الأولمبية أو في وزارة الشباب والرياضة أو مسؤول في أي منصب رياضي، المفروض حضرتك تقنعني بالواقع. أنا بقول لحضرتك دلوقتي في أخطاء في هذه اللائحة الاسترشادية وأمور حتى لا يقبلها رجل الشارع العادي، إن أنت حضرتك بتشيل حتى بند الجنسية المصرية، وده أهم شيء إحنا كلنا بنحترمه كمصريين، بتلغيم لائحتك وبتفتح المجال إن أي أجنبي ممكن يرشح نفسه في مجلس إدارة نادي، وده يمكن أظهر كثير من الشائعات حول بعض المسؤولين الأجانب الموجودين في مصر إن هم ممكن يترشحوا لعدويات مجالس إدارات الأندية. الأساس أصلاً كمان يا أستاذ حسن، أنت ما تفرضش عليا حاجة، يعني أنت ما تفرضش عليا، أنا عندي جمعية عمومية بتفرض أو هي بتشوف اللائحة لصالح النادي إيه وبتعمله. هو بيتكلم إن هو مش بيفرض، ودي لائحة استرشادية، لكن أنت بتفرضها إن أنت بتحط أمور تعجيزية في اللائحة عشان تفرضها عليه. ده اللي هو مش مستوعبينه المسؤولين، لأن هم اللائحة اتوضعت كان في اهداف معينه لدى البعض. مش معقول كل ده بياتي من فراغ، ومش معقول حضرتك تبعت لي جواب وتبعت استدراك الا اذا كنت انت عايز تعجزني ومش عاجبك اللي انا بعمله. كل ما يبقى في كلام، في حين ان في بعض الناس بتعمل اشياء اخرى غير صحيحه وحضرتك عاطي ظهرك. فده كله المساله ما عادتش باللسان الطويل او بالصوت العالي، المساله بالاقناع. انت اقنعني ان انا بشتغل صح، او ان حضرتك بتعمل الاشياء دي صح، ويكون عندك مرونه ان انت تساعد الانديه. ممكن الدكتور ياسر قال جمله مفيده جدا ومهمه جدا، وهي ان اصلا اللجنه الاولمبيه ليس لها علاقه بالانديه، لان المفروض الناس الموجوده في اللجنه الاولمبيه دي جايه من الاتحادات، والاتحادات تختلف عن الانديه نهائيا. بالظبط، يعني اداره اتحاد بيتكون من جمعيه عموميه، في جمعيات عموميه بتصل ل 10 هيئات او 5 هيئات او اعداد يعني بسيطة جدا، ده ليس له علاقة بجمعية عمومية بتتعامل مع مئات الآلاف، بتتعامل مع أعداد كبيرة من الناس مستفيدة من هذا المكان أو هذا النادي، وبتتردد عليه وبتستمتع بالخدمات الموجودة اللي جواه، وهو ده بتشعر أنه هو المتنفس الوحيد ليها. هناك فارق كبير، كيف الرجل لم يتعامل مع الأندية بشكل مباشر من قبل أو لم يتولى أي دور في مجالس إدارتها، ويحدد للأندية مشوارها أو طريقها في تحديد اللوائح والأمور اللي تحكمها. الأساس أصلاً غلط. كل هذه الأشياء أشياء متضاربة وأشياء غير مقبولة، وهم للأسف أي مسؤول بيبقى مصر على رأيه بدون مبرر. يعني حتى حضرتك دلوقتي ما تقول لهم طب يا جماعة ابعتوا مثلاً للأندية، ازاي هتتم مسألة التصويت؟ ازاي هيكون؟ مش معقول الناس كلها هيبقى زي ما اتكلمت ان هيبقى 12,000 او 10,000 او 7,000 موجودين في مكان او في خيمة ويتكلموا ده احنا موافقين والبند الاول وكذا وكذا. قالوا احنا بنترك الحرية عشان الاندية يبقى عندها المرونة اللي تستطيع ان هي تعمل الجمعيات الأممية بشكل الميسر. اما الاندية بتقترح امورها تجد ان هناك استدراكات واشياء تظهر. واعتقد ان المفروض الاهلي يكمل في المشوار، لان ده دوره التاريخي امام الجمعيه ايا كانت النتيجه في النهايه، لكن دور الاهلي التاريخي ان يعمل لائحته ويعرضها برضه على الجمعيه العموميه. واعتقد في النهايه الجمعيه العموميه الاهلي عندها وعي كبير
بما يحدث في هذا اكيد انا بضم صوتك لصوت الدكتور ياسر الايوب ولكل اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير واكيد هو اللي هيحط اللائحه الاستشهاديه او اللائحه الخاصه بيه. الجمعيه العموميه واعيه بشكل كبير طبعًا جدا طبعًا, يعني. طبعا اكيد طبعا, ومفيش حد بيلوي دراع النادي الاهلي في الاخر. والدكتور ياسر الايوب احنا قال لك ان احنا واخدين الموضوع خطوات وان شاء الله يكون في المصلحه العامه. يعني استاذ حسن خلف الله نورتني وشرفتني. اشكرك كابتن, احنا خدنا وقت يعني شويه كمان كده يعني, لكن كان الكلام جميل قوي. ربنا يخليك, انا سعيد اني كنت معاك وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك جدا جدا. يعني نطلع فاصل عشان نستقبل الناقد الرياضي الاستاذ محمد ابو الخير, ناقد الرياضي الكبير بالاهرام. فاصل, استنونا.